فيها تراب لو تشوفوا اللي بلديه حياديه يختلط فيها الوجداني والعاطفي بالموضوعي والمعلن بصفه رسميه. اعتذر مسبقا عن الترددات والعثرات، فلست متعوده على الوقوف في هذا الموقف. تونس في 6 فبراير 2013، المنزل السادس، الحي السكني القريب من مركب تجاري آهل. قبل الساعة 8 صباحا بدقائق، وأمام محل إقامة شكر بالعيد، يتجه شخص نكرة أو اثنان صوب شكري المنطقي لتوه سيارة كان يقودها أحد رفاقه، ويطلق عليه النار عن قرب وبصفة لا تدع له أي فرصة للنجاة. يخر شكري سريعا في بركة من دمائه، ثم ينقل إلى مساحة النصر حيث يفارق الحياة بعد أقل من نصف ساعة. لقد اقترفت الجريمة في وضح النهار، ومن الجلي أن التخطيط لها كان محكما، وأنها نفذت في حيز زمني كاف لتمكين القتلة من الفرار. في ذلك السادس من فيفري صعقت تونس بخبر جريمة سياسية هي الأبشع بعد اغتيال المنظمة الإرهابية الاستعمارية اليد الحمراء للزعيم النقابي فرحان حشاد في 5 ديسمبر 1952. وتأتي هذه الجريمة النكراء الجديدة بعد عامين عن اندلاع الثورة التي نذر شكري بالعيد نفسه وكرس كل جهوده في سبيل تحقيق أهدافها. لم يكن شكري بالعيد مجرد زعيم سياسي يقود حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ولا كان فقط ركيزة من ركائز الجبهة الشعبية التي ساهم في تأسيسها، بل كان إلى ذلك وقبل ذلك ابنا من أبناء الشعب أصيلا، يربك الغباء بكلمته البليغة، ويضمد الجراح بابتسامته الأخاذة، أما نظرته الثاقبة فقد كانت بلسما لقلوب المهمشين. قبل اغتيالي على ذلك النحو المتوحش، كان شكري بالعيد بيننا، وهو اليوم وبعد أن افتقدناه يعيش في كل واحد وواحدة منا، ويقود خطانا على درب الحرية والكرامة التي رسم معالمها بغنائه الزكية. شكري بالعيد أصيل بوسالم من ولاية جندوبة، عاش في جبل الشلول، وهو سليل عائلة متواضعة، وقد اجتهد وكافح حتى صار محاميا. وفي 2002 اقترن شكري ببسمة الخلفاوي، ومنها أنجب ابنتي ندى ونيروز. وقد كان طيلة مساره الدراسي والجامعي والمهني مناضلا بلا هوادة، ما يفك يزعج بتحركاته وبأفكاره وبخطابه. ولكن يزعج من؟ ما يزال قتلة شكر بالعيد وشركائه الطلقاء، وهم وحدهم القادرون على إعطاء الجواب الشافي على السؤال الذي يطرحه ملايين التونسيين والتونسيات منذ ذلك اليوم المشهور: من قتل شكري بالعيد؟ من ذا الذي كان لديه كل هذا الإصرار على التخلص من أحد رؤوس الثورة في ظرف بمثل هذه الأهمية من تاريخ تونس؟ لماذا أراد إسكات صوت شكري إلى الأبد؟ هل كان شكري يزعج باختياراته الديمقراطية المنحازة إلى الفقراء الزواولة كما كان يسميهم، الذين كان يدافع عنهم بشجاعة وبقوة وبإصرار؟ من هؤلاء الذين كان شكري بالعيد يمثل خطرا عليهم حتى يقدموا على قتله بمثل هذا البرود، وهو الذي من فك يحذر من العنف السياسي؟
وأخيرا، لماذا لم تقع حماية شكري بالعيد؟ والحال أنه كان محل تهديدات بالقتل معروف. على الدولة وعلى الحكومة وعلى القضاء مدنا بالحقيقة، مدنا بالحقيقة كاملة غير معقوصة. فعائلة شكري بالعيد لن تنسى، ورفاق شكري ورفيقاته لن ينسوا، وكامل الشعب التونسي لن ينسى. إن سير الأبحاث في هذه القضية باعث على القلق والارتياب، فالتحريات شديدة البطء، وثمة ظواهر شاذة ومناطق معتمة حول مفاصل البحث المفاتيح، مثل التحرير الفلسطيني، قوائم الكلمة الهاتفية، تجاهل الباحث لبعض مسالك البحث الممكنة برغم تمديد الدفاع إليها. وإلى ذلك يضاف إعلام منقوص يفاقم الغموض المتأتي من إشاعات منسقة بإحكام وموجهة إلى عدة فرضيات، مثل دور جهات أجنبية، جماعات متطرفة، شبكات للجريمة المنظمة. وكأن ما يراد بكل هذا طي الصفحة وصرف الأنظار عن حقيقة الجريمة بتعلة ترك العدالة تأخذ مجراها، وبتعلة ترك الأبحاث تجري في كنف السرية وبعيدا عن التشويش. ولكن الأبحاث تخطئ أكثر مما ينبغي، والزمن يطول ويتمدد. نريد الحقيقة كاملة عن هذه الجريمة، نريد تحديد مسؤوليات من أوصوا ومن نفذوا، وأن نتعرف عليهم وأن نحاكموا أينما كانوا وأيا كانوا ومهما كانت مواقعهم. هذا شرط ضروري لعودة تونس إلى السلم المدنية التي عليها يتوقف التحول الديمقراطي. إن إبراز الحقيقة حول هذه الجريمة شرط واجب لمعرفة التاريخ ولبناء وعي سياسي قائم على المواطنة. لقد اتفقنا مع عائلة شكري بالعيد على المضي في حشد جميع من يؤمنون مثلنا بأن هذا الاغتيال المرفوض يمثل إلغاء للدولة القانونية، وأداة بأيدي من يسعون إلى فرض سلطان الخوف وقانون الأقوى. ولهذا قررنا التجند والعمل بلا هواد على أولا المشاركة في إظهار الحقيقة بالبحث عن شهود وجمع شهادات وبوضع هذه الجريمة في موضعها الحقيقي من تاريخ تونس المعاصر. ثانيا السهر على أن تجري الأبحاث وأن تستوفى في كنف الاستقلالية والحياد والموضوعية. ثالثا ضمان نشر نتائج الأبحاث بسرعة، وأن يبذل الجناة أمام القضاء ليحاكموا طبقا للمعايير المحاكمة العادلة المعمول بها دوليا. رابعا تضمين المعلومات المتحصل عليها في ملفات تنشر للعموم تباعا عبر كل الحوامل المتاحة. خامسا رفع قضايا عدلية ومساندة أخرى، وذلك على المستوى الوطني وعلى المستويات الإقليمية والدولية إذا لزم الأمر. سادسا وأخيرا إطلاق المبادرات والتحركات اللازمة وتجنيد المنظمات والشخصيات الوطنية منها والدولية. شعارنا هو معا من أجل الحقيقة وضد النسيان، والاسم المقترح لمجموعتنا هو المبادرة من أجل كشف الحقيقة حول اغتيال شكري بالعيد. أعضاء اللجنة هم بسمة الخلفاوي.
عبد العبيدي، غازي الغرايري، الطيب علي عقيلي، كريم بوزويته، نايف بن